واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنة المصرية ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت الشاحنة مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى المدنيين والنازحين بقطاع غزة الذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قامت بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية ليصبح اليوم هو اليوم الثالث على التوالي، ويكون هناك حرمان لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني ونازحين من هذه المساعدات التي كانت تصل إليهم يوميا، حتى وإن كانت يعني بشكل ضعيف، ولكن كان هناك تدفق نوعا ما إلى هذه من هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. إذا نحن أمام مشهد صعب وأمام أوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف عرقلة دخول تلك المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق والذي يعاني دائما من أزمات وكوارث إنسانية بسبب نقص المواد الغذائية والتي أدت إلى انتشار المجاعة، ونقص المواد الطبية والدوائية والتي يعني أدت إلى انتشار المرض أيضا داخل قطاع غزة، وانهيار للبنية التحتية والتي أدت إلى انتشار الأوبئة في جميع أنحاء القطاع. إذن نحن أمام مشاهد متكررة من التعسف والتعنت الإسرائيلي الكبير أمام ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني دائما من كوارث هذه الحرب الضارية. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام، وأعود إليكم مرة أخرى.